سلام معكم سليم ريستوراتور دوبوي 2008 اختصاص ديال 12 دور ساندويتش ديال بوزروق وديال كروفيت بوعر السميه ديال 12 دور جات من 12 انغريديون اللي عندنا هنا في المحل بقيله تدوز في خبيزه فاصون فاست فود شي حاجه اللي كتصايب دغيا وكتخرج انواع البقيله عندنا كروفيت بوعرق وبوزروق اللي تيكون جاي اما من الوالديه ولا بوجدور وعندنا لو ميكس ما بين البوعرق وما بين بوزروق بيان سور في الديبار تكون واحد شويه ديال الزيت بلديه كروفيت بوعرق شويه ديال الزيتون شويه ديال الربيع مع بيضه اون صوص طوماط اللي فيها لو سكري مع الفرماج كاين لو سكري في 3 صوص صوص طوماط مذاق ديالها بوحدو صوص بيكون و لا صوص مايونيز لي صوص كاملين الوالده الله يخليها ليا هي اللي دارت لي زانغريديون ديالهم الفكره كيفاش جات ملي كنت ريستوراتور كنت باغي ندير انايا محل ديالي المهم بروبوزيت على الصحاب والخوت وبزاف الناس قلت لهم ندير واحد المحل ديال مقيله فاست فود الكليان كيجيو عندي هنا نقدر نقول لك الحمد لله على النقاء على لو سيرفيس على حساب المذاق بيان سور على حساب لا كاليتي ديال لو برودوي اللي كنديروا هنايا المنافسين ديالي كلهم بعاد تقريبا خاصك تمشي حتى للسونتر فيل وتبعد دونك الناس اللي كيكونوا جايين من عندي من المعارف من جور من الحي الحسني كاع اللي كيكونوا ساكنين هنا في الولفه في فرون بوين الشهديه ولي زونفيرون قالوا لي انت قريب حسن ما نبداو نمشيو نبعدو لبلاصه اخرين دونك مزيان مرحبا ودوز دو كون تو فو